ألا يكفي أن نرى النجوم بأعيننا ليطمع المنجم بالوصول إليها؟ فما حاجته لدراستها؟ كي يحدد أوقات الصلاة فقط، أليس كذلك؟ هذا فوق علمي، اسأل والدي إن أردت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. يا مولانا، أود أن أطرح سؤالاً حول أمر يشغلني إذا سمحت لي. أنا أسمعك. ما هو الهدف الرئيس من عمل المنجم برأيك يا أستاذنا؟ ما رأيك أنت؟ يبذل جهداً لا طائل منه، لأن مهمته الأساسية تحديد المواقيت. سأجيبك عن سؤالك بقصة قصيرة. أرسل أحد السلاطين نخبة من العلماء ليعلموا ابنه مختلف أنواع العلوم كعلم الفلك وعلم الرمل وغيرهما. كان ابن السلطان فتى ساذجاً، لكن حين اكتسب معرفة واستغرق في علومه أصبح أستاذاً. أحب السلطان أن يختبر قدرات ولده، فخلع خاتمه وخبأه في يده وقال لابنه: ماذا يوجد في يدي؟ أجابه: هو شيء مدور أصفر فارغ من الوسط. فقال له السلطان: صحيح ما تقول، ولكن أخبرني ماذا يوجد في يدي. فأجابه: قد يكون غربالا أو ما يشبهه. حين سمع الأب هذا الجواب قال لابنه: عرفت التفاصيل الدقيقة والمميزة لما أحمل، ولم تعرف أن الغربال أكبر من حجم يدي؟ وهذه حال علماء زماننا، يستغرقون في التوصيف، تشغلهم النسب والأرقام والمقارنات ظنا منهم أنها الحل، لكنهم لم يدركوا الأهم والأقرب إليهم، لم يدركوا ماهية نفوسهم ووجودهم. يقولون لنا: هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا ممنوع، وهم لا يعرفون جوهر الفرق. ليبقى الحكم على ظاهر الشيء فقط، شكل الخاتم، لونه، دائريته، مجرد رأي، حين ترميه في النار يتغير مظهره، سوف يعود إلى أصله وإلى جوهره الأساسي. لكن حتى وإن كان المنجم منشغلاً بالظواهر والأوصاف، فهو دائم البحث والسؤال، أي دائم التعلم، وهذا اختيار محمود. لا يجب أن ننشغل بتقييمه، بل بأنفسنا وكيف نرقى بها.